اليوم الحلو في الكوره يحلى بقعده حلوه في اخر اليوم ده، فاليوم عشان يحلى لازم يبقى معايا ثلاثه حلوين قوي. ناخدهم من اليمين للشمال. تشكيلتنا النهارده من اليمين للشمال هي كالتالي: آسر حسين على اليمين، آسر قلت حسين مشار. انا قلت آسر حسين، قلت حسين المره انا قلت انا غلطت برضه ولا لا؟ آسر حسين، آسر حسين اهو، آسر حسين. ان شاء الله في المستقبل يبقى معانا آسر ياسين، نجم كبير طبعا موجود معانا هنا، بس دلوقتي آسر حسين ونجم كبير ايضا. آسر مشرف ومنور، ربنا يخليك. اخبارك انا معاك، والقعده من مقدمتك القعده حلوه بيك وفاروق ومحمود حبيبي. فاروق عصام، فاروق عامل ايه اخبارك؟ حبيبي يا كريم، ازيك؟ الاخبار بتشرف بيك دايما، وقعدتي مع شيكو ومع آسر طبعا حبيبي. طبعا محمود شاكر اقصى اليسار هو أيوة. اللاعب الكبير بقى، انت اشول اصلا محمود؟ لا، ايمن. ايمن عامل ايه؟ طيب كله تمام. انت عامل ايه؟ بتقطم لجوه وتشوط؟ بكات انسايد وشوط على طول. صح كده؟ لا شباب، مين فيكم لعيب كوره بالمناسبه؟ كلنا. انا لاعب كوره سابق اصلا. وانت لعيب كوره سابق؟ ماشي خلاص، انتوا طبعا مستنيين اقول لكم. اللي ما بيحلفش الحظ بيقعد هنا. لا انا اصلا يعني انا من معلوماتي يعني اللي ما مش حد يعرفها كتير، انا ما بعرفش العب كوره حلو. لا بتكلم جد والله؟ بس خد بالك، انا الشخص الوحيد اللي في مصر كرجل يعني اللي يقول حاجتين مهمين قوي: انا ما بعرفش العب كوره وما بعرفش اسوق. لا هتلاقي حد يقول لك انا ما بعرفش العب كوره، ولا هتلاقي حد يقول لك ما بعرفش اسوق. كل الناس بتعرف تلعب كوره وكل الناس بتعرف تسوق. لا بس تسوق دي غريبه بصراحه. وما بلعبش كوره؟ لا يعني في ناس ما بتعرفش تلعب كوره، بس بس خد بالك، انت عارف ان انا بلعب برجلي اليمين والشمال بالمناسبه يعني، بس بعرف العب برجلي اليمين والشمال يعني على الورق بلعب برجلي حريف يعني، بعرف بلعب برجلي اليمين والشمال. طب احنا هنقفل ورا احنا استاذ عطيه المخرج بيقول لي بتعرف تعوم يعني، مصمم يحرجني بقى بالمره، فاهم؟ نلعب بيك مهاجم ونقفل ورا احنا الثلاثه. مره لعبت مع الصقر بالمناسبه يعني، مع الصقر عميد الكره المصريه والكره العالميه يعني، عميد لاعبي العالم احمد حسن تمام. فهو كان يعني قال لي تعالى العب معانا يعني، فروحت العب في بقى فطاحب بتلعب، فانا مكسوف قوي، الناس دي بتحترمني برضه يعني، فاهم؟ دي جزء من احترام. اول ما تبدا تلبس الشورت والتيشيرت هتبدا بقى الايه؟ تتكشف. هتكشف. فقلت له يا كابتن احمد والله ما فيش، ضايع تمام؟ قال لي روح اقف بس عند الجون ومالكش دعوه. كابتن احمد حسن لحد دلوقتي صيطك؟ لحد دلوقتي بيلف. لا لحد دلوقتي كابتن احمد حسن تمام؟ لحد دلوقتي احسن واحد يحافظ على الكوره، واحسن واحد يلعب كوره، ولو نزل يلعب دلوقتي مع فريق موجود في الدوري ده هيلعب كوره زي الفل. فهو ياخد الكوره لوحده، ما حدش يلمس منه الكوره، ولا بيباصي لحد ولا بيعمل اي حاجه. هو كان بيعمل كده والله، كان يستنى الجون بقى يفضى بعد ما يرقص الجون ويرقص الفرقه كلها ويديني الكوره بس، نجم الماتش خلاص وتضيع. خدت وتضيع برضه بعد كده. بعدين عنده نفس الحماسه كانه بيلعب ماتش 11 في بطوله الامم في الخماسي اللي هو ما بين صحابه، نفس الحماسه. لسه محافظ على يعني شكله وجسمه. عنده ابنه بيبو لعيب قوي زيه كده وشبهه بالظبط يعني.